السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم وانا تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. معكم معايا في القناه مطبخ سميره. اليوم البنات جبت لكم واحد حلوه لشرب الشاي او القهوه، كتجي رائعه سهله، مكونات بسيطه اقتصاديه كما العاده، كنحصل على واحد الكميه ما شاء الله، وكتجي لذيذه وهشيشه غزاله البنات، لا في الشكل ديالها ولا في المذاق، كتجي رائعه. شوفوا البنات كي كتجي من داخل، كتجي زوينه هشيشه. بقاو معايا شوفوا مقادير والطريقه ديال التحضير اللي سهله جدا. نتمنى تشجعوني بلي لايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء والحبايب على الفائده، وتخليوا لي واحد التعليق زوين بحالكم اللي كيشجعني. خليكم مع الفيديو وفرجوا ممتعه وجزاكم الله على كل خير. بسم الله نبدا على بركه الله. بالنسبه للمقادير، عندي نصف كاس ديال السكر ما يعادل 75 غرام، عندي نصف كاس ديال الزيت ما يعادل 75 مللتر، عندي 125 غرام ديال الزبده بحاره المطبخ، عندي جوج فرماجات، اي فرماج عندكم ديروا حتى للمربع، عندي ساشي ديال الفاني، ساشي ديال خميره الحلوه او بينك باودر ما يعادل 7 أو 8 غرام، عندي قبصه ديال الملح بيضه واحده، وعندي هنايا شويه ديال هذا البسكويت اللي كيكون هكا مقرمش او بيمو، درت انا 50 غرام، غادي نقطعو يعني رقيق ملي غندير في الحلوه، وعندي هنايا الدقيق الابيض او الفرينه اللي على حساب الخليط. بالنسبه لهذا البسكويت الا بغيتوش ديرو ما ديروش، تقدر تعوضوه ديرو اللوز، ديرو الكوك، ديرو جنجلان، الكاوكاو، اي حاجه كتفضلوها، يعني ماشي ضروري ديروه، كيعطي واحد المذاق زوين الحلوه. غنمشيو للطريقه اللي سهله جدا. كنجي واحد الاناء كندير فيه السكر، غادي نضيف البيضه، غادي نضيف الزبده، نضيف الزيت، ساشي ديال الفاني، نضيف قبصه ديال الملح، وغنضيف هاد الفرماج او الجبن، وغادي نخلط كلشي المقادير حتى كينسجم وكيدوب معايا داك السكر. المقادير خصها كامل تكون حاره المطبخ باش كتجي لنا ساهله الخدمه، وكتنشف معنا الحلوى. صافي، ملي كنخلط هكا الخليط مزيان، غنضيف شويه ديال الدقيق، وغنضيف هاد الخميره الحلوى او بينك باودر، غادي نخلط هكا مزيان، دابا غادي نحيد الفويل، غادي نستعمل يدي، غنضيف الدقيق شويه بشويه، دائما الدقيق شويه بشويه باش كتحسوا على الحلوه اللي كتكون رطبه، وكتجينا باش كتجينا الحلوه زوين. صافي، ملي تكون هكا العجين تقريبا غادي نجمعها، غادي نضيف هاد البسكوي اللي هرمشتو هكا غير بيدي. صافي، غنخلطو مع العجين، وغادي نكمل بالدقيق حتى كتجمع معايا العجين. ها هو العجين اللي جمعته، خصو يكون هكا رطب ما كيتلصقش في اليدين. صافي، دابا غادي درت هنايا السن، درت فيه ورق ديال الزبده، غادي نبدا نشكل الحلوه، نديرهم هكا كويرات صغار، وكنحطهم هكا السن ديال الفران، الفران درتو يسخن على 180 درجه، حلوة سهلة وكتجي لذيذة، يعني واحد المذاق مختلف شوية. كنحط
كما قلت لكم اللي مبغاتش دير هذاك البسكويت دير اي مكسرات كتفضلها او تخلي غير هكذاك حتى غير هكذاك بالزبده، خاصه ملي درتو زبده حيوانيه وهذاك الجبن كتجي زوينه بزاف، كتجي هشيشه وكتجي زوينه. صافي ملي كملت السنين الاول باقي لي عاد العجينه غندخلها الفران اللي سخن على 180 درجه من الاعلى للاسفل حتى تطيب ونرجع معكم. ها هي الحلوه ملي خرجتها من الفران كتجي هشيشه وكتجي هكا مشقه من الفوق، من تحت كتخليوها تحمر اما من الفوق غير كتاخذ واحد اللون ذهبي خفيف. صافي كتطفيو عليها كتخليوها حتى كتبرد. دابا عندي هنايا الشوكولا البيضاء وعندي هنايا الكوك وجوز الهند، غادي نقص هكا غير من الفوق وكندير هكا في الكوك او جوز الهند كتعطينا داك الشكل زوين. تقدر ديروها كامله في الشوكولات، انا كتعجبني هكذا بلا ما نديروها كامله وكتجي يعني ساهله في الخدمه بهذه الطريقه. تزين دائما كيبقى اختياري، كتزين باي حاجه بغيتي، تقدر حتى ديروا الشوكولا البنيه هي كتجي زوينه. صافي غنصطم هكا حتى غادي نكمل الحلوه ونخليه حتى كتنش معايا داك الشوكولا. اي البنات الحلوه ديالي ملي كملتها وتماسكت معايا داك الشكلاط كتجي رائعه البنات، كتجي غزاله لا في الشكل ديالها ولا في المذاق، كتجي هكا بيضاء رائعه، كتجي غزاله ومن تحت كتجي محمره، كتجي هشيشه البنات، كتجي من داخل كتجي هشيشه وفيها داك البسكوي. شوفوا البنات الهشاشه كتجي اكثر رائعه غزال البنات. نتمنى تجربوها وتعجب لكم، انا متاكده غتعجب لكم. نتمنى تشجعوني بدي لايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء الحوش على الفائده. كنشكركم بزاف، جزاكم الله على كل خير، حتى الفيديو اخر وصفه جديده، والسلام عليكم في رعايه الله.